هذا الشكل النضالي هو استمرار في المعركة النضالية إلى حين إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى حين إسقاط النظام الأساسي الذي يعد خارج الوظيفة العمومية، كذلك تنديدا بالتوقيفات التي طالت عموم الأساتذة، عموم الشغيلة التعليمية سواء الرسمية أو مفروض عليهم التعاقد، توقيفات على المستوى الجهوي التي طالت قرابة 100 أستاذ، نتحدث على 55 أستاذ وأستاذة وإطار دعم مفروض عليه التعاقد، بالإضافة إلى تقريبا 40 أستاذ من الأساتذة الرسميين. إذن اليوم هي نفس طبيعة الممارسة في حق نضالات الشغيلة التعليمية، كلما اشتد النضال إلا ولجأت الوزارة ولجأت الدولة في شخص الوزارة والأكاديميات والمديريات إلى النيل من هذه النضالات بتوقيف الأساتذة، بمحاكمة الأساتذة، باعتقال الأساتذة، بالسرقة من أجور الأساتذة وأطر الدعم، إلا أن صمود الأساتذة هو يدرس ويتحدى كل الأساليب ديال القمع هاتي وأساليب حظر النضال. أتحدث بهذا الكلام وأنا أستاذ موقوف، أولا أستاذ موقوف عن العمل للمرة الثانية بعد توقيفي السنة الماضية في معركة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، يتم توقيفي مجددا، أستاذ محاكم كذلك ومحكوم سنة سجن موقوفة النفاذ وما زالت جلسات المحاكمة مستمرة على خلفية نضالي من داخل تنسيقية المفروض عليهم التعاقد ضد هذه السياسة التعليمية ديال ضرب الوظيفة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية وخصصة التعليم. إذا هي إشارات نقدمها على أن لا القمع ولا الترهيب سيكسر عزيمة الأساتذة الذين يعني عبروا ما من مرة على أن معركتهم طويلة النفس وأنهم قادرون على تحصين هذه المعركة بتحصين مناضليها وبالاستمرار فيها موقفا وممارسة. فالوزارة عوض أنها تنصت لنبض الشارع وتستجيب للمطالب ديال الشغيلة التعليمية تنهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام، سياسة الالتواء، أيضا تسخير النقابات من أجل النيل من أي حراك تعليمي. فالآن إذا كانت بغات حل خاصها ترجع الأساتذة للفصول الدراسية ديالهم، لأن المكان الطبيعي ديالهم هي حجرات الدراسة. بخصوص الانسحاب ديال مجموعة من التنسيقيات، فالتنسيقيات لربما مجموعة من التنسيقيات نجحت سياسة ديال الوساطة من أجل حل هذه الملفات، هذه التوقيفات ديال الأساتذة والأستاذات. الاختلافات تختلف من تنسيقية أو من إطار إلى إطار آخر، المهم هو أن الصمود، أننا ما غاديش نتخلاو على الأساتذة الموقوفين والموقوفات، غنحصنوهم ماديا ومعنويا وأيضا ميدانيا في حالة ما لم يتم الإرجاع ديالهم الفصول الدراسية ديالهم، لكن ما قلت لك هي المكان الطبيعي ديالهم، وإلا راه الاحتقان غيستمر وغيستمر. تحية نضالية عالية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.